رح يدخل قانون قيصر حيز التنفيذ الفعلي ب 17 الشهر الحالي، ورح تبلش الولايات المتحدة الأمريكية بهذا اليوم بالإعلان عن أول حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه والشركات والأفراد المرتبطين فيه، ورح تتبع على مراحل إجراءات عقابية تانية بيتضمنها القانون. قانون قيصر بيستهدف بشكل واضح كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا فاتوا بعلاقات تجارية مع النظام أو قدموا الدعم العسكري والمالي والتقني. من هون تساؤلات كتير بتنطرح حول مصير العديد من القطاعات الاقتصادية اللبنانية والشركات الخاصة نظراً لارتباطها مع سوريا دولة ومؤسسات، إن بحكم الموقع الجغرافي أو لكون سوريا بتشكل المنفذ البري الوحيد أمام لبنان على الشرق الأوسط والعالم. فهالقانون الأمريكي بيشمل وقف كافة خطوط ومداخل البضايع والعملة الصعبة على سوريا عن طريق التهريب أو عبر العلاقات الرسمية بين البلدين من تعاملات مالية واقتصادية وتعاون وتبادل واستثمارات وإيداعات. الخبير والباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين اعتبر بحديث للنشرة تي في أنه تطبيق هالقانون هو خنق للبنان، وتسكير المعابر وكل التعامل مع سوريا رح يودي لتداعيات كتيرة. لبنان ما بيحمل تطبيقاته، خاصة أنه نحن بلد مدولر وبلد استهلاكي، وبالتالي نحن بحاجة لاستيراد. ما بيقدر لبنان يخنق حاله لأنه بتتأثر المرافق عنده، المرافق البحرية، ما بعد يقدر يتصدر على الدول العربية وعلى بعضه الاقتصادي بالعراق، وبنفس الوقت ما بيقدر لبنان يستفيد من خط الترانزيت، هذا كمان بيأثر كتير عليه. فإذا هذا عم بيسبب خنق للاقتصاد اللبناني أكثر ما هو مخنوق. موضوع بيتعطل، موضوع المرافق البحرية بيتعطل عمله، ترانزيت البري بيتعطل عمله، إمكانية استجرار طاقة كهربائية بتتعطل، إمكانية حصولنا على شراء مواد غذائية خاصة أنه سوريا بعد عم مش أو مواد أولية أو أمور تانية نحن محتاجينها بلبنان. السوق اللبناني بيقدر يستفيد منها من السوق السوري بقيمة مالية أقل، كمان هيدا تداعياته بتكون كبيرة إذا عم نحكي اقتصاديا. ناصر الدين أكد أنه ما في مجالات معينة ممكن يتعامل فيها لبنان مع سوريا بحال تم تطبيق القانون الأمريكي، وأشدد على أنه لبنان بيحتاج إلى أنه يكون في رؤية بهيدا المجال، وعلى الحكومة اللبنانية أن تطالب باستثناءات بهيدا القانون على غرار العراق اللي عملت سابقة بالمنطقة وأخذت استثناءات فيما بيتعلق مع إيران. ما بعد قانون قيصر هناك قانون ميرنيتسكي، وهذا القانون يستهدف بشكل أساسي فئات سياسية بلبنان. لا يمكن حصول على نتائج بقانون ماجنيتسكي إلا إذا تم تطبيق قانون قيصر وإطباق حصار. وهون السؤال بينسأل اليوم، هل اليوم قانون قيصر هو حصار على سوريا لديها حلفاء أقوياء جدا مثل الصين وروسيا ممكن هن يعملوا له حالات إنقاذ، أو هو حصار أكثر على لبنان وبالتالي تطبيق حصار اقتصادي كامل على لبنان بكل مرافقه الانتاجية اللي بعد هي موجودة مثل المرفأ والنقل والمطار وتفاصيل تانية. الحكومة اللبنانية بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان والهوامش اللي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد، فهل رح تقدر تحصل على استثناءات؟